هاي صبايا، أنا سارة. اليوم بهذا الفيديو خصصت لكم حركة وحدة ولا أبسط لحتى تشغل لكم عضلات البطن، ومو بس هيك، هاي الحركة بتنفع كل الصبايا والسيدات من جميع المستويات، حتى السيدات يلي عندهم انفصال عضلي بالتحديد فيهم يعملوا هاي الحركة لحتى يقووا عضلات البطن ويساعدوا على تسكيرها. الحركة هاي بسموها بشفات البطن، لأني نحن حنقوم بشفط البطن على مراحل متعددة، طبعاً مع طريقة كتير مهمة لحتى أنك تعرفي تتحكمي بالتنفس. التحكم بالتنفس كتير مهم صبايا، البنات يلي عندهم مشكلة بضغط الدم الأفضل أنهم ما يعملوا هاي الحركة، لأن التنفس كتير مهم بهاي الحركة، ولكن الحركة أبسط وأسهل من منه تتخيلي. رح نعملها بشكل ممتع ومفيد، من دون ما نطول ندخل بالموضوع أو بالحركة مباشرة. أهم شيء بدي إياكي أنك تتنفسي من انفك وتعطي نفس من تمك، اوكي؟ حاولي تطولي عضلات البطن. لما بتعطي نفس من تمك، ليش بقول من تمك؟ لاني نحن عم نكون منفضي البطن من كل الهواء ومنحاول على تسكير هاي العضلات تماما. شهيق وزفير، حاولي تطولي هاي المسافة هون وتسكريها. طولي خدي وقتك وقت الزفير. عضلات البطن، عضلات البطن هي يلي ترفعك وتنزلك، اوكي؟ طولك وتنزلك. ريحي جوا، شفتي؟ تركي بس بالشهيق الصفري. بالشهيق شفتي، بالزفير تركي، برا جوا، برا جوا، برا. برا جوا، برا جوا، برا جوا. عن جد شفتي أسفل البطن وتنفسي. خليكي شافطة، يمين يسار، يمين يسار، وانتي عم تتنفسي يمين يسار. ريحي، شفتي تريكي، شفتي تريكي. شفتي، خليكي شافطة، حسي بعضلات البطن حجر، لكن تنفسي، ما تحبسي نفسك ابدا، وافتحي تمك، خلي الزفير يطلع، الزفير يطلع من تمك، الهواء يطلع من تمك. شفتي حجر، ريحي من الاول. جوا برا جوا برا جوا برا جوا برا. حركي المؤخره شوي صغيره، خلي المؤخره كمان تدفش عضلات البطن السفلى.
ريحي، نفسي. لاحظي المؤخرة كيف عم تشغل عضلات البطن، جوا برا جوا برا. شفتي؟ يمين يسار يمين يسار، مشدودة البطن، السفلى العليا، الجوانب مشدودين. شدي وتنفسي، تنفسي تنفسي. ريحي. مع النغمة جوا برا. 1 2 1 2 1 2 1 2 يس. آخر اثنين، آخر واحد. بدي اياكي تشدي البطن، تشديها منيح جوا 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 جوا. حسي فيها بأصابعك انها صارت مثل الحجر، لكن انت تتنفسي. مشدودة يسار يمين يسار يمين يسار يمين. ما ترخي البطن السفلى، كتير مهمة. برافو عليكي، هذا هو. ريحي واستعدي، بدي اياكي تكوني اقسى هاي المرة. جوا برا. عن جد شدي وتركي، شدي تركي شدي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. وريحي ومدي مدي 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 لفوق 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 لفوق. ياس. لا تنسوا تعملوا هاي الحركه مره مرتين ثلاث مرات باليوم، كل يوم كل اسبوع. هاي الحركة ايمتى ما بدكم فيكم تعملوها، حتى فيكم تعملوها كل ساعة كل ساعتين، مو مشكلة، حتساعدكم على تقوية عضلات البطن ورصها وشدها وإظهارها للي عندهم، للسيدات اللي عندهم طبقة دهنية خفيفة على منطقة البطن. وبالتوفيق للجميع. وبس هذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، بشوفكم بعدين. باي باي.